يا اهلا بحضراتكم في بدايه ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا ماتش الاسماعيلي كان ماتش ولا اروع، شفنا اداء كان اكتر من مرضي، وطبعا كان في كتير من اللمسات واللمحات الفنيه اللي تستحق التوقف عندها ومناقشتها وتناولها كده بالنقد والتحليل. ده طبعا الى جانب ان احنا النهارده ان شاء الله الساعه 8 مساء عندنا ماتش مهم برضو امام البنك الاهلي. في كل الاحوال هنتكلم في كل الموضوعات دي مع نجمنا الجميل اللي الناس عاد دايما بوجوده معانا، كابتن محمد حشيش. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل كده، ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام، مرضي بماتش الاسماعيلي؟ اعتقد كلنا مرضيين. حلو، تقول لنا ايه بقى رؤيتك للماتش ده كانت عامله ازاي؟ بص، هو الماتش ده الحقيقه يعني غير الثلاث نقاط كان في مكاسب كتير قوي. لو هنرجع كده شويه بالذاكره، ما كنت انا موجود معاكم من يمكن شهر كده بعد مباراه السوبر المحلي وخساره النادي الاهلي. يعني كان دوري خساره وبعدين كاس سوبر خساره، فكان عامل مشكله شويه عند الجماهير، وابتدت العلاقه بين الجماهير وموسيماني يبقى فيها شويه كده، ومع موضوع التجديد واللي حصل واللغط اللي حصل. فكان على موسيماني ان هو لازم يعني يعوض الكلام ده او يغير الصوره. الحقيقه الدور بتاع افريقيا اللي فات كان مكسب الحمد لله كويس، بس ما كانش الاداء كويس، وكلنا قلنا برضو يعني مكسب بس مش مطمنين، ضعف المنافس ونتيجه طبيعيه في مصر ان الاهلي يكسب بالسكور الكبير ده. فكانت الناس مستنيه ولسه برضو كانت قلقانه على فريق النادي الاهلي في بدايه موسم جديد، ومتحفزه لاي حاجه. طبعا. فالحقيقه ماتش الاسماعيلي جه غير حاجات كتير قوي. اولا شفنا النادي الاهلي في ثوبه الجديد، طريقه جديده فاجئ بيها موسيماني الناس كلها، غير طبعا الطريقه التقليديه بتاعته اللي هي 4-2-3-1، طريقه مختلفه خالص، حتى التشكيل مختلف تماما. شفنا وجوه جديده طبعا، التدعيمات اللي حصلت بيرستا وميكاسوني، وقبلها طبعا كنا شفنا احمد عبد القادر وعمار، شفنا تشكيل جديد، شفنا كوره حلوه جدا اتلعبت، غير السكور اللي اتحط في نادي كبير زي نادي الاسماعيلي. وبتبقى ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى مثيره طبعا وماتشات قويه. زمان بيسموه برازيل مصر. طبعا طبعا، فرقه عريقه وتاريخ كبير ولعيبه كبيره. طب كان فين الحلاوه دي بقى؟ يعني كان فين الكلام ده من بدري؟ هو طبعا ولا احنا لازم نضغط يا كابتن حشيش؟ هو دايما كده، احنا طبيعتنا كلنا كده، لازم نشتغل تحت ضغط، وطبعا ما فيش اكبر من الضغط اللي كان حاصل عليهم بصراحه. صحيح. طبعا. بس احنا بنرجع نقول برضو ان الفترات القديمه كان في تعب واجهاد واصابات ونقص في مراكز كثيره. بعد بصراحه مجلس الاداره عمل التدعيمات الكبيره دي اللي حصلت، وبعدين خلي بالك ان موسيماني اول ما جه من سنه جه على لعيبه هو ما اختارهاش. هو جه بفريق، لقى فريق موجود وخلاص انت لازم تلعب كده. المره دي هو اختار، واختار يمكن الناس اللي اختارها اللي هو ميكاسوني وبيرستاو، هو اللي جابهم بنفسه ومقتنع بيهم ودربهم قبل كده. يعني بصراحه رايه طلع قدام الناس كلها 100%، لان حتى اللعيبه ما كانتش مستنيه زي ما كان المقوله اللي انا ما بحبهاش، التجانس ولازم يبقى مع الفرقه. هم من اول اختبار، واختبار قوي قدام فرقه قويه طبعا، وينزل يبقى بالشكل، بتكلم على بيرستاو ينزل وحط رجله في الملعب. الحقيقه طبعًا لا، باين ان ده لعيب مميز، تحركاته وكل حاجه. النادي الاهلي يا كريم كان مفتقد، او يمكن من اسباب خسارته للبطولتين اللي قبلها على طول، الدوري والسوبر المحلي، اضاعه الفرص. بنوصل كتير قوي فينيشنج، وبيضيع مننا فرص كبيره، وفي نفس الوقت ممكن تيجي جون عليك يا تلحق يا ما تلحقش، فخسرنا نقاط كتيره. ده حصل كذا مره. شفنا بقى لعيب كلاس ايه نازل من اول ما حط رجله في الملعب، هدفين حاجه جميله جدا، حتى الهدف اللي هو اتحسب يعني يعني كل كوره جات له بصراحه. صحيح. بيروح على الجول. طبعا. صحيح. صحيح. وبعدين كمان في مواصفات برضو، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا لها ان لازم يبقى فيه لعيب بيعمل الفارق في الملعب. كنا بنفتقد اللعيب اللي هو بيرقص واحد على واحد وبيطلع، ده بيفرق جدا في التكتلات الدفاعيه. لما يكون في تكتل دفاعي
عملية الاستحواذ وتدوير الكرة من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال يخترق. لا ده بيخترق يعني شفنا الجول الأولاني اللي اداله قفشة معاه اتنين وراح هو حاطط في دماغه ان هو يروح يجيب جول على عكس مثلا غيره بقى ممكن مش واخد قرار هو بيستنى لما حد يكمل معاه عشان يقدر او يتردد في كسب الثانية بكرة تقطع اصلا بالظبط تباطؤ فيحصل انما شفناه هو بصراحة يعني مصمم واضح ان هو هداف وعنده القرار كمان ميكيسوني برضو لعيب كويس قوي غير المهارات العالية بيمتلك كمان حتة الدفاع يعني يمكن انت عارف معظم اللعيبة المهارية بتبقى الحتة الدفاعية عندها نص نص شوية انما ده عنده حتة دفاعية كويسة او بينزل وبيقطع الكور عنده نسبة تمريرات عالية جدا سليمة فالحقيقة يعني فرقوا الاثنين كتير قوي يمكن هو غير طريقة اللعب كمان عشان عارف وحافظ الاثنين دول كذلك التدعيمات اللي شفناها يعني عمار ما نزل احمد عبد القادر جاب صحيح جون عالمي ونزل بكل ثقه طبع. دلوقتي يا كريم احنا يعني جمهور النادي الاهلي اطمن للاداء والنتائج وبعدين اطمن ان في عندك كم من اللعيبه يقدر يغطي البطولات الكثيره اللي انت داخل فيها لا وبعدين كمان اعتقد وصلنا لمرحله كابتن حشيش ان بالمعنى الحرفي للكلمه بقى عندك اللي في الملعب زيهم زي الاحتياطي ككفاءة وكمهارة وكقدرة على يعني تحقيق الفوز الأهم الأهم من كده اللي بيرتقي بالمستوى هو المنافسة بين اللعيبة لما يكون في المركز أكثر من لعيب وكلهم على مستوى عالي جدا طبعا. جدا رسالة من الجهاز الفني إن اللي هيجي له فرصة لازم يمسك فيها ما دي النقطة اللي كنت عايز أسأل حضرتك عليها بس يعني خلينا هستأذنك بس الأول نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد الموجود حاليا في مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عشان نطمن إيه الوضع عندك كريم صباح الفل أهلا بيك اتفضل صباح الفل عليك طبعا زميل العزيز كريم وكل التحيه لكابتننا الكابتن محمد حشيش والشكر موصول ايضا كمان لكل جمهورنا جمهور النادي الاهلي كالعاده طبعا بنغطي كواليس مباريات الدوري العام وتحديدا مباراه اليوم الاهلي والبنك الاهلي على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 8 مساء وهي من الجوله الثانيه من بطوله الدوري العام موسم قوي جدا الحقيقه زي ما تابعنا وبنشوف المباريات الحقيقه محتاج مجهود كبير وتركيز اكبر من كل اللاعبين وتحديدا لاعبي النادي الاهلي الحقيقه زميلي كريم زي ما احنا تابعنا وشفنا وايضا يمكن الكابتن محمد حشيش بيتكلم في هذا الامر زي ما شفنا اداء النادي الاهلي الكبير ويمكن كمان الخطه والتكتيك اللي ميتسو موسيماني الحقيقه اشادنا بيه ويمكن دي عايزه شخصيه مدرب الخطه اللي احنا شفناها والتكتيك عايزه شخصيه مدرب لكن الحقيقه نجاح التكتيك ونجاح الخطه كان دور كبير جدا للعيبه النادي الاهلي لان التركيز كان مطلوب والتنفيذ القرارات كمان كان مهم جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت من خلال التدريبات بيسو موسيماني والجهاز الفني بالكامل حافظ اللعيبه بعض الجمل اللي يمكن شفناها في المباراه الاولى الاستمراريه ده الاهم اللي احنا بنتمناه واكيد جمهور النادي الاهلي بيأملوا ان احنا نستمر على هذا الاداء التكتيك والخطه والامور دي طبعا بتكون رؤيه فنيه لكن الإصرار والرغبة والدوافع المتجددة لعيبة النادي الأهلي والمنافسة الكبيرة جدا ده أمر مهم جدا كل اللعيب عايز يكون متواجدة كل اللعيب عايز يكون له دور في المباريات سواء في بطولة الدوري والقادم إن شاء الله في بطولة أفريقيا أو كأس العالم الأندية فيمكن المنافسة دي بتسعد كل جمهور النادي الأهلي والسكواد بيحير شوية بقى بيتسو موسيماني يعني عندنا ورقة واثنين وثلاثة الأمر بيكون يعني الراجل هيلاعب ده النهاردة هيلاعب ده بكرة سياسة التدوير دي مهمة جدا لكن الحمد لله الحقيقة يعني مدينا رسالة كبيرة جدا واللعيبة الوافدين الجدد كمان بيرسيتاو ميكيسوني عبد القادر عمار كل اللعيبة دي إن شاء الله مديانا رساله ومديانا رساله طمانينه كبيره جدا ان شاء الله مع التركيز الكبير ده نقدر ان احنا المباريات القادمه كلها تكون بالنسبه لنا فوز لكن ربنا ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات مقر النادي الاهلي كالعاده طبعا فندق الاقامه الامور الحمد لله الاعتياديه الخاصه بفريق النادي الاهلي استعداده لسه لعيبه النادي الاهلي من اقل من نص ساعه انهت وجبه الافطار اليوم الاعتيادي الخاص طبعا بالافطار والغداء وتحرك فريق النادي الاهلي ليكون في تمام السادسه طبعا متوجه الى استاد الاهلي والسلام الحمد لله يمكن الامور مطمئنه لفريق النادي الاهلي بالنسبه للاستعدادات لكن على الجانب الاخر عندنا عدد من الغيابات لكن ان شاء الله باذن الله المتواجد والاهلي بمن حضر هي دي طبعا وهي دي سمات وشعار فريق النادي الاهلي غياباتنا النهارده طبعا ديانج اللي حصوله على الكارت الاحمر وليد سليمان ان شاء الله يتعافى من جديد ويمكن في اختبارات طبيه بتتعمل لوليد سليمان على قبل ما ينزل التدريبات الجماعيه صلاح محسن مستمر في التاهيل محمود متولي ايضا كمان مستمر في التاهيل لكن هوصل معاك للشناوي الشناوي الحقيقه يعني من خلالك زميلي كريم ممكن خلال ايضا كمان كابتن محمد حيش الشناوي جاهز ان شاء الله للمباراه القادمه وهي مباراه نادي الزمالك شفناه طبعا الشناوي
شارك في التدريبات الجماعيه امس واول امس، فيمكن اطمني عليه بشكل كبير. والمجهود الاكبر الحقيقه كان من الجهاز الطبي بقياده طبعا طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، اللي بيقوم بدور كبير جدا مع كل اللاعبين وتحديدا مع محمد الشناوي. رغبته طبعا مهمه جدا واصراره ان هو يكون متواجد في مباراه مهمه جدا وهي مباراه الزمالك، لكن احنا ما بنسبهش الاحداث خطوه خطوه ان شاء الله نعدي مباراه اليوم وهي مباراه البنك الاهلي اللي محتاجه مجهود كبير. عندهم سكواد مميز جدا البنك الاهلي، كسبانين المباراه الاولى بنتيجه كبيره نتيجه 3-0، فان شاء الله باذن الله لاعبتنا بيتسو موسيماني خياراته الفنيه من خارج الخطوط باذن الله تكون على اعلى مستوى زي ما شفناها في المباراه الاولى، ولاعبتنا ان شاء الله النهارده تقدر ان هي تسعد كل جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاكم بقى زميلي كريم وممكن كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، بنقل لكم كل الاخبار والكواليس لحظه بلحظه من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. جميل كالعاده الحقيقه دايما يا كريم، يعني شغلك المبتسم مش بيدينا اي فرصه حتى نسال المزيد من الاسئله، دايما اجاباتك وافيه وكافيه يعني تغطيه اكتر من ممتازه. كل الشكر للزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. طيب نرجع بقى، ان انا كنت وقفت مع حضرتك عند تفصيله بتاعه بيرسي تاو بصفه خاصه، وكنت حضرتك بتقول ان برضو التالق اللي كان فيه يعني كل لعيبه الحقيقه بيبعت رسائل متعدده لجهات متعدده، بس انا عايز اعرف الرسائل الداخليه، هل تالق حد زي بيرسي تاو وخصوصا ان هو لاعب متميز في اكتر من مركز، التالق ده مش من شانه برضو ان هو يسخن الباقي؟ دي اهم حاجه، دي من اهم المكاسب. زي بقول لك دايما اللي بيرتقي بالمستوى هي المنافسه، المنافسه بين اللعيبه طبعا. انت شايف الماتش اللي فات مين اللي قاعد على الدكه؟ محمد شريف كهربا حسين الشحات، اسماء كنا يعني لما بيحصل لهم حاجه بنبقى قلقانين ازاي ده مش موجود في التشكيل بكره. انما النهارده حتى ما بنتكلم دلوقتي على الغيابات تحس ان احنا مش يعني عادي يعني ماشي يعني ماشي ما وقفناش عليها قوي. يعني ديانج قبل كده لما كان بيتصاب ان احنا بنتجنن، لا دلوقتي في البديل. بمناسبه ديانج يا كابتن محمد، كده كده هو لعيب قوي جدا طبعا، ولعيب مهاري وعمل يعني حاجات حلوه كتير جدا قبل كده، بس مش تحسه انه في الفتره الاخيره مش ديانج اللي احنا عارفينه؟ هو ده برضو وضع طبيعي لسبب، لان هو سنه صغير، موضوع العقود اللي جات له تركيا وحسافر ومبالغ كبيره وكده، وحصل الذهن اتشتت يعني شويه، ممكن دي بتشتت اللعيب غصب عنه ان يروح. طب ما يروحش يفكر في مثلا مقابل مادي، طب يقعد يكمل يعني، برضه لازم بتاخد سنه برضه من تفكيره ومن مجهوده ومن ادائه. بس مش المفروض ان التشتت ده يعني بينتهي بمجرد بدايه المباراه اللي هو مشارك فيها؟ المفروض يبقى مركز في اللي هو فيه وقتها. المفروض هو يمكن ده يعني بيرجع بقى لدور الجهاز الفني معاه، انه لازم يعني او مدير الكره بالتحديد يفصله تماما ما بين حته العقود، وبيبقى يعني مديله الوجهه اللي جايه ان انت معانا مفيش عروض، حتى لو جه بعد كده لانه وارد ان يجي خلال الفتره اللي جايه برضو عروض تانية، انت معانا لمده معينه، عقدك لسه ممتد معانا لفترات كبيره. يعني لازم يعني انت عارف السن الصغير برضو غير ما كل لعيب عنده خبرات وكبير في السن ومر عليه الظروف دي قبل كده، بيبقى الفلوس افسدت كره القدم تماما. مش كده برضو؟ مليون في الميه يعني مساوئها بقت اكتر بكتير من مميزاتها. احنا لو هنقارن بين العصر الهوايه اللي كنا فيه وعصر الاحتراف دلوقتي، لا الموضوع مختلف تماما. مختلف تماما يعني انا او بعدين كمان المشكله ان مفيش تقييم حقيقي للعيبه، يعني اسعار ضربه في السماء ولا تتناسب مع بعض اللعيبه، ولازم يبقى فيه سقف للكلام ده لان ده بيزود الاعباء على طبعا الانديه اكيد، وفي نفس الوقت عارف ملهاش نهايه ملهاش سقف. لا وبيجي كمان على حساب اختيارات ممكن تبقى اظبط من كده. طبعا طبعا. وبعدين المشكله دلوقتي ان انت يعني كان قبل كده مفيش اعباء على الانديه، ما لو اتكلم على النادي الاهلي معظم الفرقه كانت من الناشئين من قطاع الناشئين، فاوتوماتيك انا بطلع لعقد ولا حاجه. صحيح. هي استماره انا مضيتها وانا صغير عندي 11 سنه التصعيد. لغايه ما يمشوني او ابطل او كده. دلوقتي لا، ده سنتين العقد او ثلاثه واجدد وجالي ايه وهتزودني ايه، واللي مكاني في الملعب او زميلي في الملعب ده بياخد كذا. دي عمليه صعبه جدا جدا بالنسبه للاداره والاجهزه. كنت بتحب يا كابتن محمد تبقى بتلعب في الزمن اللي احنا فيه حاليا بالاوضاع وبالارقام دي؟ عايز موسمين اكون نفسي اعدي موسم خلاص مش عايز حاجه. مع ان يعني حضرتك بترمز لجيل من لعيبه النادي الاهلي وجيل من يعني لزمن جميل في كره القدم المصريه، كل الفرق كانت اقوى من بعض بالمعنى الحرفي. اللعيبه كانت على مستوى عالي، كل لعيب في الملعب ده فرقه لوحده طبعا. الناس لما كانت بتروح تتفرج
على فريق النادي الاهلي مثلا في الثمانينات رايحين يتفرجوا على مين ولا مين؟ انا راح اتفرج على الخطيب ولا مصطفى عبده ولا طاهر ابو زيد ولا علاء ميهوب ولا ثابت ولا اكرامي ولا ربيع ياسين يعني ولا مجدي عبد الغ يعني كل واحد فرقه كامله. صحيح. وتقريبا الفرقه كلها بما فيها الاحتياطي منتخب مصر الى حد كبير. كبير. صحيح. طبعا يعني دايما الاهلي طبعا بيبقى القاسم كان بيطعم بس من فرق تانية بقى حاجات كده. ايوه يعني. مظبوط. والفرق الحقيقه كمان يعني الفرق ايام ما كان في فرق شعبيه زي المحله والاسماعيلي والاتحاد والاولمبي والترسانه كنت بتروح احنا كنا بنروح مثلا المحله كان يعني كيفين من اللقاء مباراه معظم الناس هناك لعيبه كبيره جدا برضو منتخب مصر تروح المنصوره تبقى قلقان تخيل تروح المنصوره تبقى قلقان فرقه فيها برضو لعيبه منتخب مصر تروح المصري في بورسعيد تروح يعني الترسانه كان لها باع كبير فكان الاولمبي وكله فعلا الدوري كان دوري حلو وكان طبعا الاهم حاجه فينا كان الجمهور مالي المدرجات طبعا ودي طبعاً. هي الـ 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 زي ما بيقولوا المتعه بقى بتاعه الكوره ان يبقى فيه صحيح جمهور كبير في المدرجات فيعني الموضوع اختلف تماما بقت المواضيع كلها بتتقاس بالماده والفلوس والكذا والمقابل وممكن انا اغير رايي واسيب انتمائي عشان اروح حته ثانيه عشان في فلوس زياده فالموضوع اتغير يعني. طيب تعالى نروح بقى لماتش النهارده. هل متوقع ان نشوف نفس الحلويات اللي شفناها في ماتش الاسماعيلي ولا لكل مقام مقال؟ بص هقول لك على حاجه، النهارده مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. بغض النظر عن المنافس ايا كان اسمه. أوكي. انت عامل بدايه قويه جدا ابهرت الناس كلها كلاعيبه ووجوه جديده وطريقه جديده النادي الاهلي مش متعود عليها. عايزين نثبت النهارده ان ده ما كانش محض الصدفه. طبعا. ان بس كده يعني وفي ناس تقول اصل الاسماعيلي مش في حالته بس كذا لا انت بتتكلم على فرقه جايبه سكور واداء وكل اللعيبه ما شاء الله فايقه ومتالقه فانت النهارده عايز تثبت ان هو ده النادي الاهلي اللي هتشوفوه السنه دي يا جماعه النادي الاهلي اللي هنشوفه الموسم ده بقوته وبادائه الحلو وبالسكور الكبير برغم ان انت بتلعب النهارده فرقه محترمه جدا طبعا. كسبانه طبعا. اول مباراه وكسبانه مين حامل الجيش. اللقب السوبر المحلي طلائع الجيش طبعا. فرقه محترمه وفيها لعيبه كويسه ومعها مدرب كويس ومع ذلك كسبانين 3-0 في البدايه ففرقه محترمه وفيها لعيبه وبتعرف تجيب اجوان صحيح فانت لازم النهارده ان شاء الله باذن الله تبقى نازل ناسي مباراه الاسماعيلي ومصمم على الاداء والنتيجه ان شاء الله هستاذن حضرتك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل اتفضل عودة لضيفنا العزيز اللي بنسعد دايما بوجوده ونجم النادي الاهلي كابتن محمد حشيش ولسه بنتكلم بقى على مباراة النهارده ان شاء الله ورؤيته وتوقعاته كنا بنتكلم في التفصيله دي فكره ان احنا هنشوف نفس الحلاوه اللي شفناها في مباراة الاسماعيلي ولا لا بس يعني الامل عندنا من ان احنا مش مجرد نشوفها في ماتش النهارده ان احنا مستمره معانا الاستمراريه هي دي اهم حاجه اللي الناس طالباها زي ما بقول لك طبعا لما كنا بنتكلم قبل الفاصل ان الناس عايزه تحس ان ده مش يوم وعدى او مباراه بس جت بالصدفه لا دي طريقه فعلا كانت تناسب المباراه موسيماني ابدع فيها ابدع في التشكيل اللعيبه ابدعت في الملعب الاستمراريه دي يعني مطلوبه عشان اتوقع بقى ان هو يلعب ازاي كان ممكن اقول لك قبل ماتش الاسماعيلي لانها كانت الطريقه واحده الماتش ده غير لك 4-2 بالظبط 4-2-3-1 دي كانت مستمره على طول طبعا ماتش الاسماعيلي غير حسابات ناس كتير صحيح اتفاجئوا بموسيماني في زيه الجديد مع بدايه الموسم فانت ما تقدرش تعرف هل هيرجع للطريقه التقليديه بتاعته ولا هيكمل في نفس الطريقه ولا هيالف حاجه ثانيه او هيخترع حاجه ثانيه هل التشكيل هيثبته هيمشي بالموضوع ده ولا عشان عنده لعيبه كتير فبيبتدي من دلوقتي ان هو يغير ويحسس الناس كلها ان هي جوه الملعب بالمناسبه التفصيله دي في ناس كتير وقفوا عندها مع بيرسي تاو تحديدا طبعا بعد شويه الشعوذه اللي هو عمله وجولين الحلوين اللي سجلهم في ماتش الاسماعيلي قال لك يا ترى هيبقى ثابت معانا بقى الفتره الجايه ولا زيه زي غيره هيخضع لعمليه الروتيشن هو انا اعتقد ان هو طبعا لازم يثبته لان هو لعيب جديد وافد جديد
وتألق في أول مباراة فلازم يديله شوية، بس في نفس الوقت لازم بقى يخترع حاجة معينة، إن الناس اللي بره دي برضو لعيبة كبيرة يعني. طبعا. محمد شريف ده ما هو من هداف دوري وبيلعب على طول وراجل منتخب مصر، إن تيجي تقعده كتير برضو دي يعني نفسيا مع اللعيب بتبقى مش تمام. فهو أعتقد إنه هيبقى هيعمل عملية تدوير في الملعب، مش عشان الإجهاد لا، عشان إن يبقى كله جاهز ويبقى في الملعب. صحيح. طيب إحنا يعني مبدئيا البنك الأهلي فريق نسبيا حديث في الدوري. طبعا. لقاءاتنا السابقة أعتقد كان ماتشين بس مش كده برضو. ولكن كانوا كفيلين إن إحنا نخسر 4 نقاط في منتهى الأهمية، لأن إحنا تعادلنا تعادل سلبي في مباراة وتعادلنا 1-1 في مباراة. فبرضو توقعك فيما يتعلق بالبنك الأهلي بقى بعيدا عن النادي نحن، هيبقوا محجرين النهاردة غالبا؟ 100%. طبعا بص، هو الأسبوعين اللي فاتوا دولت يعني تحس إن الدوري بادئ قوي جدا. صحيح. مفيش شكله هيبقى حلو قوي ده. مفيش فرقة كريم قوية وفرقة ضعيفة. كله بيحاول، كله بيدي كل اللي عنده من البداية. عارفين إن البدايات مهمة جدا. طبعا. لو تشوف أغلب المباريات سكور كبير. صحيح. يعني الأسبوع الأولاني. طبعا. ده سكور كبير جدا جدا مش متعودين عليه. مباراة بتخلص منتدى قوية 4-4 و3-2 و4 مش عارف كذا، يعني الناس كلها بتحاول، وكل الفرق من النتائج كده ما تحسش ان فرقه نازله تدافع، لا ده كله بيدافع وبيهاجم مع اي حد. فدي يعني ظاهره من البدايه كده تخلي الفرق الكبيره كمان تقلق. يعني المنافسه مش هتنحصر بين اهلي وزمالك بس. صحيح. لا طبعا. هتبتدي طبعا. تمتد شويه 4-5 فرق. طبعا. بتكلم على فوق الناس بتبتدي تجمع نقاط من بدري عشان ما تغلطش الغلطات بتاع الموسم اللي فاتت، ان الفرقه تيجي على الاخر بقى وتبقى محتاجه بونت عشان تقعد. لا، معظم الفرق كمان بقت عملت تدعيمات جامده جدا. طبعا. وصرفوا حتى جامد. الفرق الحديثه نسبيا في الموسم ده من الدوري زي فاركو وغيرها برضو. طبعا. القدره على عقد الصفقات برضو. طبعا. بتفرق شويه. احنا شايفين فيوتشر عامل ازاي. طبعا. شايفين فاركو، يعني الفرق لا عامل، ما تحسش ان ده فريق لسه طالع اول. طبعا. مره. طبعا. اول سنه دوري ممتاز. صحيح. ما تحسش بالكلام ده خالص. صحيح. تحس ان فريق لا ده له باع كبير، لانه جمع لعيبه عندها خبرات في الدوري. طبعا. وبتلعب، فما تحسش ان دي فرقه جديده، يعني فرق تقلق. عشان كده بقول لك المنافسه ما بقاش ايه النهارده لاعب، لا النهارده الماتش لا يعني سهل شويه، لا الماتش لا، دوري صعب جدا السنه دي، بادئ قوي جدا. اي فرقه انت عارف طبعا ده قدر النادي الاهلي، بيلعب النادي الاهلي، هو النادي الاهلي البطل، فدايما الناس بتظهر او الناس بتظهر اقصى ما عندها. طبعا. الصوره الكامله او الشاشه الكامله بتاع اي فرقه او اي لعيبه هي مباراته ضد النادي الاهلي، فبيبذل كل طاقته. يعني على كل الاحوال قدير هنمشي مع بعضينا واحده وخطوه خطوه، وان شاء الله احنا النهارده احنا وحضرتك، وطبعا كل مشاهدي وكل محبي ومتابعي النادي الاهلي يسعدوا ان شاء الله بلقاء يكون الله مميز، ونسعد بمشاهدته زي ما ساعدنا في مباراه الاسماعيلي. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا كالعاده. جزيل الشكر لوجود حضرتك معانا، وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.